اهلا وسهلا بكم في اخبار اي تي في باختصار، ونبدا من استقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد في قصر بيان اليوم لوزيره الدوله لشؤون البلديه، وزيره الدوله لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتوره رنا الفارس، التي قدمت لسموه رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري واعضاء المجلس المنتخبين والمعينين. وقد هنأهم سموه على عضوية المجلس البلدي وحضهم على العمل المستمر وبذل المزيد من الجهود لدعم وتعزيز مسيرة التنمية ودعم الدولة لتحقيق رؤيتها العمرانية، معولا على الشباب ذوي الاختصاص في النهوض بدولة الكويت وتغليب مصالحها العليا، متمنيا سموه لهم كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز. أفادت تقارير صحفية بأن مجلس الوزراء قرر بعد اجتماع عقده اليوم حضور الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المقررة غدا لإقرار قانون منحة المتقاعدين. وفي سياق متصل، حالت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية اليوم تقريرها عن مشروع قانون منحة أصحاب المعاشات التقاعدية إلى مجلس الأمة، منوهة إلى أن القانون يترتب عليه أثر رجعي، الأمر الذي يتطلب لإقرار أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وفقا للدستور. شعبيا، يترقب الشارع الكويتي الجلسة الخاصة المقررة يوم غد للتصويت على قانون المتقاعدين. هذا ورصدت كاميرا الأخبار آراء وتوجيهات المواطنين قبيل الخاصة المنتظرة. نتابع. ما أعتقد، لا، ما في تفاؤل من هالأشخاص اللي قاعدين في المجلس، يمكن واحد أو اثنين أو ثلاثة، يد واحدة ما تصفق ترى. الله أعلم فيها، ما أعتقد، والله أعلم. التشاؤم هذا؟ ما مو تشاؤم، بس ما أعتقد الحين هالمدة كلها ما في، والله أعلم. والله متفائل إن شاء الله، الله كريم، إن شاء الله متفائلين. لا والله مو متفائلة بقرار قانون المتقاعدين. أنت متقاعدة؟ أي متقاعدة، فما أحس إن راح يقرونا. السبب النواب ما بيحضرون الجلسة، يعني قاعد يقولون لنا إن إحنا ما نبي نحضر الجلسة، وعلى اساس الرئيس مجلس الوزراء للشيخ الخالد فما يبي يحضرون الجلسه، فمن هنا قاعد نشوف يعني محبطين. ان شاء الله يا ربي تعدل الامور ان شاء الله ويفرحونا باذن الله. صبرنا وايد. اي والله نصبر، نتفاعلين ان شاء الله بحيل الله. تواصلت لليوم الثاني الاختبارات النهائية لطلبة الصف الثاني عشر للقسمين العلمي والأدبي، فيما قام وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضاف بجولة تفقدية على مجموعة من المدارس. ثانوية أحمد بشارع عدواني، فضل الله سبحانه وتعالى الأمور ماشية وامتحانات سليمة الحمد لله، خلصنا أمس اليوم الأول اختبار الرياضيات والفرنسي، الحمد لله الأمور طيبة. اليوم اختبار التربية الإسلامية، الحمد لله حتى انطباع الطلاب من الاختبارات مناسبة ومستوى الطلبة، والحمد لله يعني ما شفنا أحد يتذمر أو أن أحد يتشكى من الاختبارات. نسأل الله لهم التوفيق والنجاح، والله يسهل عليهم إن شاء الله. معكم رئيسة لجنة ثانوية الطاهرة بنت الحارث منطقة الفروانية التعليمية. طبعا بفضل من الله ونعمة أن أمس ابتدينا امتحانات الثاني عشر في نهاية العام الدراسي 2021 و2022. طبعا امتحان الأمس كان الرياضيات والفلسفة، والحمد لله الامتحان سار على أكمل وجه، وطبعا ما كان في أي شكاوي من الطالبات. واليوم امتحان التربية الإسلامية، والحمد لله الامتحان سهل وسلس، وبناتنا قاعدين يقدمون الامتحان بكل أريحية وبكل توفيق. إلى شركة نفط الكويت التي أكدت اليوم أن تقنية التكسير الهيدروليكي غير مستخدمة إطلاقا في حقل برجان، نافية أن يكون الزلزال الذي تعرضت له البلاد في الرابع من يونيو الجاري سببه عمليات الإنتاج. وشددت في المقابل على أنها تولي عمليات الأمن والسلامة الدرجة القصوى خلال مراحل الاستكشاف والإنتاج، حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى.
على إثر ما يتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض مواقع أثرية في جزيرة فيليتشا للسرقة والعبث من قبل زوار أجانب. أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة الدكتور عيسى الأنصاري عدم صحة تعرض أثار جزيرة فيليتشا للعبث، مشددا على أن الأمانة العامة تقوم بواجبها بشأن الإجراءات الاحترازية والحمائية الخاصة بالحفاظ على الأثار والمواقع الأثرية في الكويت. أصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك التي ستكون 9 أيام، وأشار مركز التواصل الحكومي إلى أن العطلة تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 يوليو المقبل وحتى 15 الشهر نفسه، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 17 يوليو المقبل. كل هذا وأكثر في نشرة التاسعة، تابعونا في أمان الله.